الخيرات حبايبي، قاعدة أجهز الآن، بشوي الذرة عشان أجهز حشوة الحشوة المكسيكية، وقاعدين نجهز أيضا حشوة سبرينج رول صينية، تقريبا كبار بس ما بسويها صينية، بس يعني نكهة شوي صينية. فبخلص التحضيرات وأصير معاكم إن شاء الله. مساكم الله بالخير والنور والسرور. راح اسوي حشوه الاجبان المكسيكيه، شفتها عند مذاق النور، استثنيت فقط الهالبينو، قلت العيال احطه، قالوا لا، وتم اي شيء ثاني تبون استثني قالوا لا خلاص كل شيء بس الهالبينو لا تحطينه. عموما بسوي انا كميه، انا ما اسوي كميات كبيره، او عددنا قليل، وبعدين انا احب انوع، ما اسويها يعني يوميا، فما ما راح اسوي انا ما أفر انا عموما ما افرز الكميات كبيره، يعني شويات. طيب عندي هنا جبن شيدر بشرته، وعندي جبن موزاريلا، بكتب لكم مقاديري بعد ما أخلص. وعندي حب واحدة ذرة سلقتها وشويتها وقطعتها، عندي بصل أخضر وفلفل ملون، ملح، فلفل أسود، بابريكا وأوريجانو. بس اللي تبي تحط الهالبينو تحطه، بخلط كل هذول مع بعض ونجي الحين بخلطه معاكم. راح أبدأ أخلط كل المكونات حقتنا مع بعض، هذا الشيدر والموزاريلا، البصل الأخضر، ما كثرته، كان ودي أحط كزبرة لأن الكزبرة تمشي مع الأكل المكسيكي، بس عاد ما حطينا. حاول يكون كل شي ناشف بنات عندك، والذرة والبهارات كلها، ونقلبهم مع بعض. فبقلب وأرجع لكم. هذا الآن خلصنا حشوة الجبن المكسيكية، راح أبدأ أجهز بعد شويات حق السبرينج رول، اخلي كل شيء جاهز وبعدين نبدا نحشي. المهم خلاص يعني لفت اللفه، شفتوني كم مره وانا الف، فبنلفها بعد شوي صراحه، مو الحين، بس جهزتها بحطها بالثلاجه لين بعدين. رجعت لكم الآن عشان نسوي مع بعض حشوة الخضار حق السبرينج رول. السبرينج رول ما طلعته من الفريزر عشان يفك شوي. بنجهز الحشوة حقتنا ونخليها جاهزة. عندي دجاج سلقته وقطعته، عندي بصل أخضر وفلفل ملون وكزبرة وجزر وبصل وثوم زنجبيل، فلفل أسود وملح، ملفوف، طبعا قاعدين نسلي نفور موية. عندي عيدان الأرز هذه بس بدنا نقعها شوي بماي حار، اختياري هذه. بالنسبة طبعا صويا صوص. بالنسبة للبهارات راح استخدم بديل الماجي الأبيض حقي، خالي من الجلوتين وخالي من الأملاح تماما، وبستخدم بهار الحمسات، يعطي نكهة حلوة للأكل. هذا شوفوا بنات نقعناه، بغطيه وأتركه على ما أخلص شغلي يكون هو نقع، بنحطه في الأخير. بالنسبة لبهاراتي بنات اليوم زي ما قلت لكم بستخدم بهار الحمسات، فاين كب، بستخدم بهار الحمسات، وبستخدم بهار بديل الماجي الأبيض، هي مجموعة من الخضار أصلاً، شايفين طبيعي طبيعي جداً ومجفف بالشمس. بحط لكم بعد ما أخلص الوصفة المتجر الإلكتروني حقنا، طريقة الطلب ونقاط البيع وكل شيء بحط لكم إياه، بس نخلص وصفتنا اليوم الحشوة. أول شيء بنات سخنا الزيت، وراح نحط البصل ونخليه كذا شويات يذبل. الآن لما ذبل راح أضيف الثوم والزنجبيل، وأي بس كذا أشم ريحته، بعدين راح أضيف بقية الخضار. بنبدأ باللي تاخذ وقت في الطبخ أكثر، زي ما قلت لكم أهم شيء تعتمدين على حاسة الشمس من ريحة شهية. طبعا بنات زي ما قلت لكم أنا أسوي كميات قليلة، أنت عادي يرجع لك. راح نضيف الجزر، على فكرة في هذه حلوة تكون كرنشي، بس عيالي ما يحبونها كثير كرنشي، وعسام ياكلونها بعد، يا ويلهم، أنا أحبها كرنشي. وبضيف بعد الفلفل البارد،
شويات، بعدين بضيف الملفوف. على ما يذبل شويات راح اسولف معاكم، تقدرين تضيفين خوش سالفة، تقدرين تضيفين خوش سالفة، المهم تقدرين تضيفين بطاطس مبشورة، كوسة مبشورة، هم براحتك. بيطلع لذيذ، بيطلع اكيد اكيد بيكون لذيذ. سعد خيرتكم وعودها. الملفوف قطعيه كذا قد ما تقدرين، يكون مرة صغير. يلا شويات بس وارجع لكم عشان نكمل باقي الوصفة. البصل الاخضر بعد لازم الحين ينضف. احب ريحة الخضار، احبها احبها مرة مرة، هذه الحشوة جدا جدا لذيذة. عاد مو الكل يحبها خاصة العيال، عاد والله كيفهم، انا احبها. الآن يا حبايب بضيف الدجاج وبضيف الكزبرة، وبعدين نبدأ إضافة صويا صوص البهارات. خلني نشيل عفشي لأنه صار عندي فاصة هنا، وارجع لكم. نخلط 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 نخلط، راح أضيف الملح والفلفل الأسود، وبضيف شوي من الصويا صوص، هاي احسن شركة. لاحظوا الصويا صوص مالحة، تنتبهوا للملح. ها بهاراتي انا مو مالحة، اللي بتستخدم ماجي تنتبه ان الماجي فيه ملوحة، طبعا في صويا قليل الملح. واخيرا وليس اخرا، لان لسه باقي لنا الشعيرية النودلز، الان راح اضيف بديل الماجي الابيض من بهارات التوليفة، اللي عبارة عن مجموعة من الخضار، خضار طازجة مو جففة، وراح اضيف شوي من بهار الحمسات او اي بهار مشكل انت تحبينه. اذا عندك الخمس بهارات الصيني حطي، بس انا والله احب نكهة بهاراتنا شوي، بهار الهمسات حلو حلو في هذه الوصفة. وخلاص راح اطفي عنها طبعا، وبعدين بنضيف لها النودلز، بضيفها معاكم. واخيرا يا حبايبي راح ناخذ النودلز ونضيفها، شلتها بس من الموية ونضيفها. ريحة شهية، نضيف النودلز عليها. طبعا كمية، الكميات عموما، كمية الخضار، كمية كل شيء يعتمد لكم. زي ما قلت لكم انا ما افرزن كثير، لان اول شيء بالنسبة لهذه يعني مو الكل ياكلها، والله ما يندر عنهم بعد، مرات اتفاجأ اسوي شيء قليل وياكلون، مرات اسوي شيء كثير ما ياكلون، اتوقع كل الامهات نفس حالتي. المهم خلوني اخلط هذه على راحتي وتصير حشوتنا جاهزة. نستناها تبرد، واستنى السبرينج رول يفك شوي من الثلج، وبعدين لما نجي نحشيها برجع لكم. هنا ما شاء الله تبارك الله خلاص صارت جاهزة، بنستناها تبرد تماما بعدين نبدأ نحشي. شايفين الجمال؟ الآن راح نحط، نلف السبرنج رول، أزيد يزيد شوية، بنزيد شوية. أيوة لذيذة لذيذة الحشوة، تقدرون تاكلونها حتى بدون شيء. بنلف بهذا الشكل، بعدين الطرف هذا والطرف الثاني، وتكملون اللف، وبعدين بالمعجون الدقيق راح نقفله. ايوه معجون الدقيق راح نقفله، وراح يصير عندنا بعد كذا جاهز بهذا الشكل.